بيني وبينك جاكيتنا راه كانوا صغار وفين كبروا في دور الشباب واش داروا في دار الشباب داروا مسرح من تما مشاو عند المرحوم طيب صديقي هو الاستاذ ديالنا حنا كاع الفنانين كازلوا وتما كبروا ومن تما تخرجوا فرقه ديالهم وقت كتسمع اغاني القديمه واللي كيعجبني فيهم كانت تما لغه التراب ناس كتحنك على التراث وعلى الثقافه ديالها كاين كيديروا الباس المغربي الاصيل ديما الفوق الفوق